عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحلقة هذه إن شاء الله الحلقة 24، أصلا 4 لكفار الله لكفر الله، حلقة 24 أصلا 4، والحلقات اللي هي إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة لتفلتها إلا يعني لسار سيدة منا وسائل توم لا استقزموها بدير بيننا السخرية والاستهزاء والإكثار منها حقها الحيلولة بين الناس واستماع الدعوة هذا يعني تكثيف الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة ديبا انتقلوا إلا ميتة وكفوا عم بتوديبا إجل لشبهات الحياة الشكوك لدى التودي وكفو أفضحوا منا وكفو دعاية حياة بحست لا يهليس عدد لا روجوا بكذب والنبي صلى الله عليه وسلم رب أسبطيو فنجيه فنجيه دعوة تحقق اللقبو فنجيه فنجيه لا بشر ولا مجتمع ولا ما تقول اللقبو ديب إيمان وديب ديني لا قبلو دبيرو لو الدور على حتى من أنتم الله. إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه، فربما كانوا يقولون عن القرآن إنه أدغاث أحلام. اللي حواجيس وأستناتان وسرباب وهقاين وأشياء ناحلم وأحلام اللي تبليك اللي على صفوه إلا بلولا مشركين قريش لدي بسورة يوسف تا أدغاث أحلام أي أحلام كاذبة يراها محمد صلى الله عليه وسلم بالليل فيتلوها بالنهار، وأحيانا كانوا يقولون افتراه من عند نفسه، وأحيانا كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وربما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه وعليه قوم آخرون. أي اشترك هو وزملائه في اختلاقه، يعني اللي القرآن هتو لما اللي ها من دقمه ولا ودوه بياته ولا رت عمره وديبه ولا رت حلم ابو عد حلم لأماته واللي جناي بشرته واللي جاب انتو اللي افتراته اللي افكته اللي حسدته اللي كل اللي بلعله، ورب العالمين رد ديبهم على ورب العالمين لأمر على النيتهم هتو مرقوله وهو حي ديب النبي صلى الله عليه وسلم مدعله. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه بالقرآن مثل ما ينزل الجن الشياطين على الكهان. قال تعالى ردا عليهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. يعني كما ببكى هند وذيب مش عاوزين بدي مسح على التكره وحيبهم وقلبهم اللي اعتقولوا كما ديبهم ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ما تيكا جنو شيطان وقلبوا كهند أسئلوا بيلو ورب العالمين هند بيليهم هل أنبئكم أنا أسئلكم أنا أخبركم أنا خبرها بكم الله سبحانه وتعالى في القرآن هل أنبئكم على من تنزل الشياطين لمن تتكره الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. إنسان اثنين بيضة من زنب لا يفرق من رب لا يفرق من آخرة لا يفرق من عذاب لا يفرق. إنسان قاسي وقلبه ومجرم جهل مصيبة لابد للإنسان ديبه تتكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم إلا سبحان الله كله بعيد مناته رحيمته عطوفته تقيته ورعته رب عاصمته أمينته وصادقته صلى الله عليه وسلم إلا سفاد الليني من إشو على ما رسالت على الدبو والأمين سموه علو. لكن أدي بدعوتكم سلمة أيام وضحكم سلمة أيام أنكروا ديبو. وأحيانا قالوا كذلك أي أنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب، وما جربتم علي كذبا ولا وجدتم فيها فسقا فكيف تقولون أن هذا القرآن تنزيل أش تنزيل الشيطان كم سبب ضد بابا على أنتم مدير أمين سادق تبون عقلكم على دين عدي.
وأحيانا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أصابه نوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يسوقها في كلمات بديعة رائعة. الناس خيال خيال بخيال خصم بو اللي هي لجرم ولا تأم إلا لعط لعطم ببحيد لآتيا وعلى كاكبا وكم سلع شعير كم مهليا دائما لا سنيت للوطمد ولا كبت ولا رتبت والأمثال والحكم لبديبا ولا معاني سنيت لتهيد كم انت لا نجم عيون بأسانا هيجيت لك بعلا وبلك ما شعير مصر لا هي لجرم هي لرائع لبديع لجميل اقلو لما تعالى بيلو. واحيانا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اصابه نوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يسوقها في كلمات بديعة رائعة كما يسوق الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر. قال الله تعالى ردا عليهم وتشاعرت ويا وشعرت ومن شعر ويا شعرات بيلو، لكن رد ردي بومهم بيلا. قال الله تعالى ردا عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لما هنا شعراتهم الشعراء يتبعهم الغاوون، غاية دلال لبوم وهوس وسهر والنوادي دبالي لا شعر لأكو لا شعر لفاسد لفاسق اليوم مجالونكم سليتو. النبي صلى الله عليه وسلم دي كل وادي ودي كل كان من يهيم، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حكى تطمي الأولى من نفع على يودوانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يقول ويقول ما يفعل صلى الله عليه وسلم، لا إلا بالودي ولا إلا ودي لبل النبي صلى الله عليه وسلم. عكس نحن لهم شعراء تنانتو، إذن شاعر يكونيني نفسهم كذب علو ورد رددي بهم اللي قرآن تنهن دينا وحيتو شعر يكوني وهو الوطوم وقرهم قدام اللي حمدو وقدام اللي قبلو بيكوني، لكن قدام اللي أنقف وحي من رب العالمين ورسالات من رب العالمين تو بإلى يوم الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة خصائص يتصف بها الشعراء ولا توجد واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين اتبعوه هداة متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأفعالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، ولا توجد عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم، وهو لا يهيم في الأودية كلها كما يهيم الشعراء، بل يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد، وهو لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول. فأين هو من الشعر والشعراء وأين الشعر والشعراء منه صلى الله عليه وسلم؟ يدعو دين أور ربي دين أور دين أور صراط لألو بالودية ولألو بالله شاعر يكو وشعر جفر يومات يكو وباقى شعراء يجيز ومثل شعراء قستو يكو وناديهم قايس يكو وخمرتهم ساتي يكو ولهو موروس يكو وكذاب يكو وحساء يكو ونوسكم الأمين تبور علو عالكم أدي اللي رحيكم سلمات أيو بكلمة تحق إلا أسنانكم وإلا دلالكم وإلا مشرككم وإلا شركون فسادكم وإذا ما منو كرب عبادكم سلمي لكم تأبوها ليكم بيليم الله سبحانه وتعالى. و ألا حلقة الله إلا كفاء الذي يقول كل سامة لنا إن شاء الله أبي تحلق الله كالعيد إن شاء الله النقاش والجدال دي بغنطاته سك دي بها مبطح دعنا حبكوكم ومن ندعو على قرون ترسلون جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.